السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم. ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي هنخش المطبخ نعملوا الاكله الجميله دي. حبايب قلبي اكله فعلا حقيقي بتاكل. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله حبايب قلبي. طبعا دوت الكرنبيت حبايب قلبي، بس عاملينه زي العجه بالظبط، بانيه كده تمام. وعاملين حبايب قلبي العجه دي زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. ان شاء الله لما نخش المطبخ تشوفوا الطريقه معايا وتعجبكم، والفيديو نور اعجابكم. الفيديو عجبكم حطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك وصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا على المطبخ حبايبي، نشوف احنا هنعمل العظمه دي ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا الله حبايبي، لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح، الهدايا لمن ظهر غيب، ربنا يطعمهم من جوع ومنهم من خوف، يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين، يشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين، ويصلح حالنا جميعا. اللهم امين يا رب، يا رب يجعل النصر حليفهم، الا ان نصر الله قريب. يا رب ان شاء الله باذن الله يجعل نصرهم قريب باذن الله، ويطعمهم من جوع ومنهم من خوف. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم تقبل اللهم استجب. حبايب قلبي النهارده احنا طبعا طالعين من العيد، فلحمه بقى، فراخ، سمك، مش عارف ايه، زهقنا من الحاجات دي حبايب قلبي، وخاصه اللحمه تمام كده. حبينا نغير ونعمل اكل حبايب قلبي كده، اي اكله خفيفه كده وسهله ان شاء الله باذن الله. هنعمل ايه حبايب قلبي؟ هنعمل حبه عجه حبايب قلبي. مكوناتها ايه معايا؟ معايا 3 بيضات، ومعايا مقشره راس ثوم صغيره، وثلاث بصلات، شبت وبقدونس حبايب قلبي غسلاهم ونقعاهم، نقيتهم طبعا وغسلتهم ونقعتهم في ميه بخل، وطماطم حبايب قلبي 3-4 طماطمات صغيرين تمام كده. وهنعمل ايه كمان حبايب قلبي؟ هنعمل عجه كرنبيت. طبعا مفيش كرنبيت دلوقتي، بس انا كنت شايلاه في الفريزر. ثانيه واحده بس، انا طلعته بس في الثلاجه، هجيبه بس. بص حبايب قلبي، وده الكرنبيت بتاعنا، طبعا هيتبشر زي ما هو كده حبايب قلبي، هو متلج هنبشره. وطبعا نخليها له حبه بقدونس على جنب مع حبه برده شبت صغيرين تمام كده. وطبعا هنحط له بيضه ان شاء الله، ونحط له بقى، هتشوفوا معايا كل اللي هنعمله، عجه الكرنبيت وعجه العجه الطبيعيه بتاعتنا حبايب قلبي، حاجه كده بتاكل حبايب قلبي وتفتح النفس. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يا رب ان شاء الله حبايب قلبي الفيديو عجبكم ونقول عجبكم. لو الفيديو عجبكم حبايب قلبي حطوا لي اللايك وفعلوا زر الجرس، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصلوا مني كل جديد. ربنا يصلح حالي وحالكم يا حبايب قلبي، ربنا يجعلني ضيفه خفيفه، وفعلا اكون عندي حسن ظنكم، واكون قادر اوصل معلومه مفيده وتكونوا بتستفادوا مني تمام كده حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله خطوه خطوه مع بعض، واحده واحده. خليكم معايا، ابدا اخرط بس البصله، واول ما ارفعها على النار هتبقوا معايا واحده واحده. خليكم معايا. بص حبايبي كده، احنا رفعنا بقى البصله على النار، حطيت لها ايه حبايب قلبي؟ حطيت لها حبه فلفل اسمر على النار كده، والسمنه، حته سمنه، معلقه سمنه، او باقي زيت تمام كده، لان العجه بتتعمل بالزيت حبايب قلبي، بس انا بحب احط السمنه، احط حته سمنه كده تديها طعم تمام. بسم الله ما شاء الله، يعني بتبقى طعمها زي العسل ان شاء الله، تعجبكم وتنول اعجابكم باذن الله كده حبايب قلبي. وطبعا خرطنا معانا الشبت والبقدونس، ودقيت التوم حبايب قلبي بحبه ملح وفلفل كده ان شاء الله باذن الله، بس تخش في اللون اللي احنا حابينه، اللي احنا عايزينه، اللي احنا متعودين مع بعض عليه. وباذن الله اول ما تفضي حاجه عليها حبايب قلبي هنفضي طبعا الطماطم، وبعد كده هنشوف المكونات بتاعتنا ايه. اول ما نبدا في اي حاجه ثانيه هعملها هتكونوا معايا، خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده هيتحمرت معايا البصله زي ما انتم شايفين كده، زي ما متعودين معايا، انا ما بحبش احمر البصله تبقى غمقانيه، لان لما بتغمقي البصله حبايب قلبي بتخلي الطماطم تسود. هنفضي بقى الطماطم كده، بسم الله ما شاء الله تمام. واول ما تغلي غلوه حبايب قلبي بس كده بسيطه هنحط بقى عليها، ممكن كمان قبل ما تغلي حبايبي، عادي دي حريه شخصيه، انا بعمل كده على طول تمام. بنحط بقى التومه، بنحط الشبت والبقدونس والكزبره كده عليها حبايب قلبي، ونسيبها بقى لما تغلي وتتسبك مع بعضيها، ونكمل بقيه الوصفه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. ريكو جنب حبايب قلبي تشموا ريحتها، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده روعه بجد، وبيبقى طعمها جميل جدا جدا، وبتبقى خفيفه حبايب قلبي، وما شاء الله بتبقى حلوه جدا. ان شاء الله تجربوها تطلع معاكم احسن من انا ما عملت. طبعا وهي ما غليتش على طول عشان انا موطيه النار، انتوا عارفين انا بحب اسوي البصلايه على نار هاديه تمام كده حبايب قلبي. بص اول ما علقت النار غليت ازاي، تبدا تغلي حبايب قلبي، اول ما تخش في القوام اللي انا عايزاه ان شاء الله باذن الله هوريها لكم، وهنشوف هنكمل وصفتنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض، خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده احنا خرطنا بقى قرن فلفل حامي، قرن فلفل حامي، وحطينا حبايب قلبي قرن فلفل اخضر برده
الفلفل الحامي حبايب قلبي احمر زي ما انتم شايفين كده. تمام كده بتديها طعم في منتهى الجمال، وانا طفيت عليها حبايب قلبي تبرد بقى خالص. بعد كده ان شاء الله نبدا نشتغل فيها واحده واحده مع بعض. ربنا يحسن ما بين ايديني وايديكم ويصلح حالي وحالكم يا رب. الطريقه بتاعتي تعجبكم، عايزين تشموا ريحتها حبايب قلبي بالامانه والله في منتهى الجمال ريحتها ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده احنا هنبدا بقى ان احنا عملنا ايه. خرطت حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، بشرته طبعا، بشرت الكرنبيت بتاعنا كده زي ما انتم شايفين، بيبقى زي ما انتم شايفين كده. طبعا خرطت الشبت والبقدونس حبايب قلبي. تمام هنا حطيت ايه، حطيت بيضتين حبايب قلبي عليهم ملح وفلفل وتوم باودر، ما بحط لهاش ثوم حبايب قلبي من السحيح. ليه؟ عشان التوم السحيح بيخليها تبقى تعمل لك انتفاخ يعني. تمام كده حبايب قلبي، كده ان شاء الله باذن الله حطيت بقى الحاجات ديت. وهنحط الدقيق بس عشان انا اللي بصور حبايب قلبي، هحط بس الدقيق وارجع معاكم تاني، خليكم معايا. بص حبايبي كده انا حطيت ايه بقى، حطيت قد ايه دقيق حبايب قلبي على البيضتين، حطيت معلقتين كبار هرميه من معلقه الاكل للدقيق للبيضتين حبايب قلبي. احتجت حبه صغيرين، رحت حاطه نص معلقه كمان، يعني اعتبر حطينا معلقتين ونص دقيق. تمام كده عصرنا الكرنبيت حبايب قلبي، وهنفضيه بقى كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، عشان زي ما قلت لكم انا اللي بصور، خليكم معايا حبايب قلبي، هلفهم في بعض وارجع اوريكم تاني. بص حبايبي كده بقى ندخلهم كلهم في بعض كده زي ما انتم شايفين. بتشوفي بقى ملحوم حبايب قلبي لو الملح بتاعهم تمام، يبقى كده الدنيا معانا تمام ان شاء الله. اول ما ابدا اقليهم حبايبي هتبقوا معايا واحده واحده. بسم الله ما شاء الله، يبقى برده من الحاجات الجميله جدا جدا ومغذي حبايب قلبي. طبعا كلنا عارفين ان الكرنبيت من الحاجات المغذيه ما شاء الله. هخليهم كده حبايب قلبي بس في قلب الثلاجه، واول ما ابدا نقلي ان شاء الله هتبقوا معايا واحده واحده، خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده العجه بتاعتنا بردت اهي، الخلطه بتاعت العجه بتاعتنا بردت. تمام كده هنعمل بقى ايه حبايب قلبي، جبت الصينيه حطيت فيها نقطه زيت، دهنتها زيت، وهنا حطيت ثلاث بيضات والليمونه حبايب قلبي ونص عصره ليمونه وحبه فلفل اسمر. تمام هنربهم بقى مع بعض كده حبايب قلبي لحد ما يتربوا مع بعض. تمام واحس ان كلهم اختلطوا مع بعض مع الفلفل الاسمر زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. بتبقى من الحاجات الجميله جدا جدا حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله الطريقه بتاعتي تعجبكم، وجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. كده حبايبي خليكم معايا. بصوا كده حبايبي انا حطيت 3 معالق كبار دقيق عليها ماشي هرميه، تقدري تربي فيهم كده لحد ما تحسي ان الدقيق مفيش فيه حاجات مكلكعه. تمام كده من نجاحها حبايب قلبي ان مبقاش فيها قطع مكلكعه خالص، تبقى كلها مربوبه. تمام خليكم معايا. بص حبايب قلبي تقدري تربي فيه كده زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. هنقرب بقى الحله كده ونفضي كل المكونات ديت على بعضيها كده كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر ما شاء الله. حبايب قلبي ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. اللهم امين. هتعمليها بقى حبايبي كده، تدخلي كل المكونات في قلب بعض كده زي ما انتم شايفين. في ناس بتعمل العجه ما بتحطلهاش طماطم يا حبايبي، انا لا، انا بحط لها طماطم بتديها طعم جميل جدا جدا، تبقى في منتهى الجمال. كده حبايبي ان شاء الله هدخلها الفرن، واول ان شاء الله ما تطلع من الفرن هوريها لكم، خليكم معايا. بصوا كده حبايبي خلاص كده انا دهنا الصينيه زيت زي ما انتم شايفين، حتى لما دهنتيش يا حبايب قلبي الصينيه زيت، هي كده كده الصينيه بتاعتنا دي بايركس فما بتلزقش فيها الحاجه. ان شاء الله باذن الله هدخلها الفرن، واول ما تطلع باذن الله هوريها لكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. حطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك، خليكم معايا. ادي الصينيه العج حبايب قلبي، شايفين طريه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين عامله ازاي ما شاء الله. وادي العجة الكرنبيت حبايب قلبي قالتها، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه بجد بالامانه ما شاء الله ما شاء الله. يا ريتكم جنبي حبايب قلبي تشمي ريحه الاكلتين ما شاء الله، تحفه بجد. ان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. تنسونيش حبايب قلبي بتاعه حلو، ما تنسوش تحطوا لي اللايك، واللي ما اشتركش في القناه اشترك، واللي ما فعلش زر الجرس يفعله عشان يوصل له مني كل جديد. يا رب اكون ضيفه خفيفه واكون قادره اوصل معلومه وتكونوا بتستفادوا مني. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا بالله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.